خلينا نقول ان في نجاح عالمي بيحققه الفريق العلمي لمركز الحفريات الفقاريه في جامعه المنصوره، واللي بيحمل اسم سلام لاب، وده نسبه للعالم المصري الدكتور هشام سلام قائد هذا الفريق. المركز دلوقتي المركز البحثي المصري للحفريات بقى واحد من اقوى المراكز البحثيه في العالم كله، وفي الحفريات الفقاريه بعد اكتشافه مجموعه من الحفريات النادره اللي بيرجع تاريخها لملايين السنين. معانا على التليفون الدكتور عبد الله جوهر، عضو الفريق البحثي سلام لاب للحفريات، نتعرف منه على تفاصيل اكتر، بس موجود معانا على زوم. صباح الخير عليك يا دكتور، اهلا وسهلا بيك. صباح الخير عليكم جميعاً وشكراً على الاستضافة. أهلاً وسهلاً بيك دكتور. خلينا نتكلم بداية عن فكرة تكوين الفريق، خصوصاً أنه بيشتمل أو موجود في مجموعة من الشباب وقدرتوا تحققوا إنجازات كتير في وقت قليل. طبعاً زي ما حضرتك عارفة أن مصر غنية جداً جداً بتراثها الحضاري الثقافي الفرعوني. مش بس كده، احنا بنكتشف دلوقتي ان مصر هي اغنى بكتير جدا في حياة ما قبل التاريخ اصلا. الدكتور، مصر استمر العمل فيها لما يقرب من 150 سنة من الاجانب في استخراج حفريات ونشرها في ارقى الدوريات العلمية، ولكن باسامي اجنبية وبايدي اجنبية. الدكتور هشام سلام، الأستاذ الدكتور بجامعة المنصورة والجامعة الأمريكية، سافر للحصول على درجة الدكتوراه من أمريكا، من إنجلترا، من جامعة أكسفورد العريقة، ورجع لمصر كأول حد ياخد الدكتوراه في المجال ده من بره، ورجع علشان يكون فريق سلام لاب. وعلى مدار 10 سنوات فريق سلام لاب هو الفريق الأول في كل ربوع الشرق الأوسط اللي بيعمل على دراسة التراث الطبيعي والحفريات الفقارية من مصر والشرق الأوسط، ودي علامة فارقة في تاريخ العلم ده، مش بس في مصر ولا في الشرق الأوسط، في إفريقيا والعالم كله، عشان يبقى دكتور هشام سلام وفريق سلام لاب بمعايير عالمية دلوقتي. طب حضرتك وضح لنا، يعني هل فكرة الاعتماد على عناصر شابة في مجال صعب زي ده بتختلف عن انك تختار شخصيات كبيرة في السن؟ يعني هي القصة بس الدخول في الصحراء، ولا القصة ليها علاقة بالاتيتيود، بالدراسة، بالعمل، بالبحث؟ بتفرق في ايه يا دكتور؟ طبعا دي علامة فارقة جدا ان الدكتور هشام سلام عامل معايير قوية جدا في اختيار الكوادر القادرة على مواكبة العلم ده. من أهم الشروط دي هي الشباب طبعا، علشان ظروف العمل في مجال علم الحفريات الفقارية مش سهلة أبدا، وده بيأكده الرحلات اللي بتستمر لمدة أسابيع متتالية ويمكن شهور بحثا عن حفريات، وبعدين بعد ما نجيب الحفرية يستمر العمل عليها لسنوات متتالية من المقارنة والتجهيز والدراسات الإحصائية، كل ده علشان بس نوصل لنقطة معينة من توصيف مثلا جنس ونوع جديد. فالعمل بيحتاج إلى كوادر شابة. الكوادر الشابة دي من أهم الشروط التي يجب أن تتوفر فيها هي الشغف. وجود شغف هو الدينامو المحرك الحقيقي لقوة أي شاب. يمكن مصر من أغنى الدول في شبابها الذكي جدا الشغوف جدا، وده اللي سهل المهمة شوية على الدكتور هشام سلام في اختيار كوادر يقدروا يكونوا دلوقتي على أرقى المنصات العلمية في كل المجالات. الدكتورة سناء السيد حاليا في جامعة ميتشيغن بتدرس الحفريات الأسماك، الدكتور بلال سالم بيدرس حفريات الديناصورات، الدكتورة شروق الأشقر بتدرس حفريات الثدييات الأرضية، والدكتور وهكذا، والدكتور محمد أحمد، والدكتور حسام السقا، كلها أسماء شابة لامعة عالميا في مجال الحفريات الفقارية في مدة قصيرة جدا، وده بيؤكد قد إيه الكوادر الشابة المصرية قادرة على إحداث فارق في أينما كان المكان اللي توضع فيه، وقد إيه إحنا شغوفين بهذا العلم. العلم ده بيحتاج شغف، لأنه هو فعلا لو ما فيش شغف ودينمو محرك وراء العلم ده، مش ما حدش هيعرف يكمل.
فريق سلام لاب واحد من الفرق البحثية المهمة اللي بتحتوي على عناصر شابة كتير ولها اكتشافات كتير، يمكن أقربها منذ أيام قليلة لما تم اكتشاف حفرية بيعود تاريخها لأكثر من 41 مليون سنة، وأثبتت في الوقت ده أنه كان في نوع مختلف من الحيتان موجود. واحكي لنا أكتر بقى عن تفاصيل هذا الاكتشاف اللي قلب الدنيا والأوساط العلمية في الأيام اللي فاتت. طبعا هذا الاكتشاف يعود الفضل الكبير ليه لاستاذنا الدكتور محمد سامح خبير التراث الطبيعي باليونسكو اللي اكتشف الحفريه القيمه جدا جدا دي في سنه 2012، ومن ثم ادها لفريق سلام لاب وبدا الشغل عليها مع فريق سلام لاب من حوالي 5 سنوات، واستمر الشغل عليها 5 سنوات. نقارنها بكل أقرانها من الحيتان عشان نكتشف إنه جنس ونوع جديد من الحيتان القديمة. هذا النوع من الحيتان هو الجد الأكبر لكل الحيتان التي تعيش اليوم. مش بس كده، ده هو أصغر أسلاف الحيتان من فصيلة الباسيلوسوريات في كل ربوع العالم. مش بس كده، ده هو الأقدم جيولوجيا من كل القارة الإفريقية. عوامل مهمة جدا خلت أنظار كل العالم وكل المنصات العلمية والإعلامية العالمية تنصب صوب مصر في الفترة دي. أكيد. الحوت الجديد توت سيتس سمي على شرف الملك توت عنخ آمون، وده في يعني مقارنة جميلة جدا. بعد الدراسة المفصلة لحوت توت سيتس اكتشفنا ان هو بعد تطبيق الأشعة المقطعية اكتشفنا ان الحوت لازال في مرحلة الصبا، يعني مات في مرحلة الصبا قبيل البلوغ مباشرة، وان هو كان يتبع لعائلة الباسيلوسوريات والتي تعرف بملوك البحار، فملك ومات في عمر الصبا. دي حالة مشابهة جدا للحالة اللي شفناها في الملك توت توت عنخ عنخ آمون. آمون، صحيح. فكان من الجميل جدا ان احنا نسميه بالاسم ده، خاصة وان مصر بتحتفل حاليا بمرور 100 عام على اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون، وكمان تزامنا مع الافتتاح يعني اللي بيقترب للمتحف المتحف المصري المصري الكبير. الكبير. طيب دكتور عبد الله، يعني معنى ذلك انا بسمع 41 مليون سنة وبسمع أرقام عندكم ضخمة جدا، معنى ذلك إن الإنسان كان رقم كام في الترتيب في الظهور على هذا الكوكب؟ يعني الكوكب ده ظهرت عليه كائنات كثيرة جدا ثم انقرضت ثم ظهرت كائنات ثم انقرضت، هل معنى ذلك إن احنا ممكن يجي في يوم من الأيام الإنسان نفسه أو الجنس البشري ينقرض ثم تظهر فصيلة من هذه الفصائل لتكمل المسيرة وتكمل مسيرة الحياة على كوكب الأرض؟ هل ده شيء وارد؟ لما احنا بندرس الماضي أكيد بندرس احتمالات المستقبل أيضا. أكيد طبعا، يمكن السؤال ده أفضل حاجة يجاوبه هو عمر وتاريخ الأرض. تاريخ الأرض هو أكتر من حوالي 4600 مليون سنة، يعني 4.6 مليار سنة. يا الله، ده عمر ضخم جدا. الحياة بدأت على الأرض من حوالي تقريبا 3 مليار سنة. 3 مليار سنة. الإنسان أقدم حفرية للجنس البشري الهومو سيبينس العاقل، أقدم حفرية ليه 315 ألف سنة. إذن بنتكلم في مليارات وملايين، لكن على الجنس البشري بنقول 315 ألف. الجنس البشري الحالي هو أحد أحدث الكائنات ظهوراً إن لم يكن الأحدث على الإطلاق. يعني هقول لحضرتك، لو افترضنا إن عمر الأرض يوم كامل، الإنسان جه في نهاية اليوم الساعة 11 بالليل و58 دقيقة. أيوه. يعني إحنا من آخر الكائنات ظهوراً، وفهمنا للماضي ده اللي بيتيح لنا إن إحنا نفهم الحاضر. طبعاً الظواهر البيئية ما حدش يقدر يتحكم بيها، يعني الديناصورات انقرضت بنيزك ضخم ونشاط بركاني ضخم ضرب الأرض في قبل حوالي 65 مليون سنة، فرغم ضخامتها ورغم سيطرتها على كل الموائل البيئية إلا إنها ما قدرتش تواكب الانقراض ده، وحصل انقراض لمعظم أنواع الديناصورات وأنواع بسيطة بس هي اللي كملت. وهكذا الأمر ممكن يحصل لأي حد، ويمكن ده اللي بيشرحه تماما حوت التوت سيتس اللي عاش
في فترة احتباس حراري قوية جدا اسمها الليت لوتيشيان ثيرمال ماكسيمم، أو الاحتباس الحراري في نهاية العصر اللوتيتي. وده حصل قبل 42 مليون سنة، وخلى المياه المصرية مياه دافئة جذبت كل الحيتان من كل أنحاء العالم عشان تيجي مصر للتوالد والتكاثر والمعيشة في مياه غنية جدا بالسلسلة الغذائية. نفضل طول عمرنا الماء الدافئة للعالم. شكرا ليك يا دكتور عبد الله. دكتور عبد الله العفو. جوهر، عضو الفريق العلمي لمركز الحفريات بجامعة المنصورة، شكرا جزيلا لحضرتك.